دكتور محمد هشام، رئيس أو مؤسس المركز الفكري الوسطي للبحوث والدراسات. أولا شبكة يقين بتقدم الشكر لحضرتك على الاستضافة الكريمة اليوم. سؤال آخر معلش هسأل على حضرتك، وهو كيف كان أو ما قدمت المركز الفكري للثورة الليبية، حيث حضرتك ذكرت في المنتدى. هو كان يعني جالنا سؤال من اتحاد الشباب المسلم في ليبيا يطلب النصيحة في رؤية أعدوها يريدون أن يقدموها في المستقبل للجان التي ستعد الدستور الليبي خلال الفترة الانتقالية القادمة، فوضعوا بعض البنود لها ثم أرسلوا يعني يطلبون النصح والرؤية. فالحمد لله المركز رد عليهم بإجابة مفصلة صيغت وأعطيت لهم وروعيت فيها التجربة المصرية، ويعني أملنا أن نجنبهم بعض الأشياء التي أخرتنا بعد الثورة. عسى الله تبارك وتعالى أن يوفر عليهم يعني أو يعني يفيدهم بهذه التجربة التي مررنا بها. هل يوجد نسخة عند حضرتك ممكن نأخذها؟ نعم نعم نعم. طب نخش على سوريا؟ تفضل. هل قدمتم لسوريا أو الشباب السوري ما يحتاجونه من مواقف سياسية؟ في الحقيقة الحمد لله احنا عندنا بعض المنافذ الإعلامية، عندنا جريدة الوسط اليومية على شبكة الإنترنت، ولنا يعني سياسة في الأسابيع الأخيرة بتبني يعني هذه الثورة المباركة ودعمها إعلاميا ونشر أخبارها والدفع بتأييد العربي لها بقدر الإمكان وملاحقة أخبارها. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا تثبيتا لهم عندما يعني يروا إخوانهم من العرب ومن المسلمين مهتمين بأمرهم ومتابعين بشغف بتفاصيل الحركة الثورية اليومية هناك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عنهم وأن يعني يخلصهم من الطغيان الذي يكثم على صدورهم منذ عقود. اليمن بقى عشان يبقى غطينا ثلاث دول، معلش هسكر على حضرتك. نفس الشيء يعني الحمد لله اهتمامنا من خلال بعض منافذنا الإعلامية، عندنا صحيفة، عندنا صفحات عديدة على الفيسبوك، فبنحاول بها نفس الشيء يعني دعم الحركة الثورية في اليمن ومحاولة يعني أن يكون في صدى لهذه الحركة في نفوس باقي الدول العربية. هذا يعني شيء من شد العضد وشيء من التكاتف، يعني أنا متأكد أن هذا لو شعر الثوار في اليمن أو في سوريا أنهم وحدهم وأن غيرهم لا يشعر بهم، بل ربما يشعر بعضهم أن الغرب فقط هو الذي يهتم بهم، هذا له اسقاطات يعني غير طيب على الاطلاق. شكرا لكم محمد هشام، ونأسف على الاسقاط. لا اطلاق، ربنا يحفظك، جزاكم الله خيرا.